عندما أريد الدخول إلى المسجد. سنويو إلى نكري روشك متعب هيت أو نافني مسجد إن جبجدو. أقدم الرجل اليمنى عند الدخول. سنويو يتوم كشا أن كفانا نزاني أتدير نقولوني أو نافني المسجد. أقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جمش دعاء إزايا نتوني بمناني صلى الله عليه وسلم. واليسرى عند الخروج. آري يتوم كشا بوشكو زاني ريفا ميبوتو. مع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. جمش كود بازي نهيت نتوني بمناني صلى الله عليه وسلم. دخلت إلى المسجد. ماذا أصنع؟ دروتك من شغلة المسجد أو إن زوجة طفل فتفيل شو من المسجد؟ أخرج الهاتف. أموك للتليفون كيف التليفون؟ أنظر في الساعة متى وقت الإقامة؟ تنوي ما دام فيتو ما نتن لي ريو كسنو يا أمفير لمن الإقامة؟ أتكلم مع أصدقائي. ليس جيسا كما في المسجد أنا رقم نعم. تدخل إلى المسجد تقدم للصف الأول وكبر الله أكبر. ريفا بيتشن مسجد ينوى جيا أبيشاني ما جهان عندي صف بروم صف الأول ما نوف تكبير ما نوف السول مزين تين بلانا رجل لابد يتقدم إلى الصفوف الأولى للاحظ أن تتشمين شميلا يا زكازة مانين في نيو صف بروم مرأة في آخر الصفوف قلت ريفا زي ما بيلا يا بيلا زنيا عن صف فعلا عن ويك إنجيهن يمتلا إذن الواجب على الرجال أن يتقدموا ونزانا ميزاب تسمين ستوني إلي الله يوزي مي من دي ألوه ألوه أبو أصلي من الصلاة سنوري فمين شغط المسجد انتهيت من الصلاة أقرأ قرآن ولا فبيت للصلاة أطوك دي مما قرآن أذكر الله من أذكر الله لا لعب في الجوال لا حديث عن الدنيا اللي في كتك تليفون من دي من راسك باب الدنيا قد القرآن تشين من طوقة المسجد إذا دخلت إلى المسجد والإمام كان في الصلاة Kalau saya kanau zaman ni cemerlang masjid, dia cari nuzul di imam mereka ni jemaah yang mati solat. Mana asna? Ina jauh jauh tu. Ukbir takbirat al-ihram, Allahu akbar. Dia abg cari nuzul di cemerlang solat, dia menolak takbirat al-ihram, berdoa Allahu akbar. Wadhul ma'al imam. Mereka cemerlang mereka ni imam. Al-imam qaim, raki', sajid, jalis. Ziposuan secara nuzul imam, naik jemaatin mana sujud, naik jemaatin, naik jemaatin mana rukun, kemudian mengarahkan imamnya. أدركت الإمام في القيام أو في الركوع؟ نعم، زميل وجهك أن تحسنوا لي إمامهم نسي متعاملوا، نعم نسي من وركوع هذه ركعة تحسب لي زي زانيا، أن سوينا وين نعتس ركعة عليك يا نوم أولتك يسي متعاملوا، كيس بوغاتي من وركوع، نعتس أدركت الإمام ساجد أو جالس؟ لابد أقضي هذه الركعة كروتك فأنا من السجود زاني نعم يفتون إمامكم بيتك زانو وتحسنوا يقدون لي ناشفة الرسول تسميلا ريكيبيرينو ده أقضي بعد سلام الإمام. قال يفهم أنه سلام الإمام يوزع بركيبيرين لركعة زي تنسى سكوت تلو ديوين. نعم.